السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إخواني سنكمل سلسلة الدوري المغربي، وسنبدأ أول مباراة بين الوداد ونادي الرجاء، وثاني مباراة إخواني بين نادي الرجاء ونهضة الزمامرة، وثالث مباراة إخواني بين مولودية الوجدية وحسنية أكادير. فأتمنى لكم إخواني فرجة ممتعة، ولا تنسونا الضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو واشتركوا معنا في القناة. فلكي لا نطول أكثر إخواني، أترككم مع الفيديو. إذا إخواني فلنبدأ. أول مباراة بين نادي الرجاء ونادي الوداد، آخر مباراة كانت بينهما، فازت الوداد بهدفين لواحد في منافسة الدوري المغربي، وفازت هذه السنة إخواني بالدوري المغربي نادي الوداد. إذا الآن سألعب بالرجاء وسنحاول أن نفوز في هذه المباراة. إذا الكارتي عميد نادي الوداد ومتولي عميد نادي الرجاء. إذا فلندخل إلى المباراة مباشرة. هذه هي جماهير الوداد، بينما في الجهة الأخرى جماهير الرجاء، الخسارة مرفوضة، يريدون أن يفوزون في هذه المباراة إخواني. إذا فلنبدأ المباراة، مباراة القمة. إذا هذه كرة ودادية، يلا نريد الفوز، أن يكون من نصيب الرجاء في هذه المباراة. هذا الكعبي، يلا نود دفاع الرجاء، خرج كرة وهي ضاعت الكرة الأولى للوداد. يلا يلا المتابعة من الرجاء، يلا العرجون، العرجون خرج كرة الشاكيري، يلا بوطيب خرج لمتولي، يلا متولي يرفع كرة ومالونغو، يا سلام، ضاعت الكرة الأولى للرجاء، عجلت النتيجة 0 لمثله. هذا العرجون، يلا الرحيم يحضر للحفيدي، ضاعت هذه الكرة إخواني، أردت أن أسجل من بعيد لكن لم تمر. إذا هذه كرة للوداد، يا الكارتي، الزنيتي يتألق، يا سلام عليك الزنيتي. يلا جبيرة خرج كرة. إذا انتهى الشوط الأول بنتيجة 0 لمثله بين الرجاء ونادي الوداد. الآن سنذهب إلى الشوط الثاني لنكمل على المباراة. هذا هو بداية الشوط الثاني إخواني. يلا خرج كرة يا جبيرة، يلا جبيرة للرحيمي، يلا الرحيمي لجبيرة مرة أخرى، يلا صعدة، يلا خرج كرة، يلا هذه كرة الحداد، يلا بوطيب لمتولي، يلا متولي، يلا خرج يا مالونغو، خرج يا مالونغو، لم تصل الكرة. يلا بوطيب، يلا متولي يرفع كرة، يا ضعيفة من مالونغو، لازالت النتيجة 0 لمثلي إخواني. نريد أن نسجل في هذه المباراة. خرج كرة من مناطق الدفاع، هذه مرة أخرى، والزنيتي يتألق مرة أخرى إخواني. إذا هذه كرة رجوية، يلا متولي، يلا خرج كرة بوطيب، يلا ارفع يا بوطيب، ومالونغو، يا سلام عليك يا مالونغو. إذا هدف لصفر إخواني، والمسجل هو مالونغو. 1-0 للرجاء، النتيجة الذي أردناها إخواني. إذا 1-0 لنادي الرجاء على الوداد. يلا هذه الكرة الأخيرة، يلا ونود الدفاع، نريد التعادل، يلا لا نريد التعادل في هذه المباراة. يلا خرج كرة يا الحفيدي، يلا مالونغو، لم تصله الكرة، أي قومة، يلا ونود الدفاع، خرج كرة، نريد النتيجة تبقى 1-0. يلا خرج كرة، أي مالونغو اضغط يا مالونغو، أي هذا السعيدي خرج كرة. إذا انتهت المباراة إخواني، وفازت الرجاء 1-0 على نادي الوداد. يا سلام عليك يا نادي الرجاء. إذا 1-0. الآن إخواني سنبدأ مباراة أخرى بين نادي الرجاء ونهضة الزمامرة. سألعب بالرجاء مع فريق نهضة الزمامرة في الدوري المغربي إخواني، مباراة أخرى، قمة أخرى في الدوري المغربي. إذا فندخل المباراة بقيادة متولي، يقود نادي الرجاء في مباراتهما هذه في الدوري المغربي. هذا جماهير نهضة الزمامرة بألوانها الصفراء، بينما جماهير الرجاء بألوانها الخضراء. إذا فندخل هذه المباراة إخواني. هذه كرة لنهضة الزمامرة، يلا فلندافع من الأول، نريد أن نبادر بالتسجيل. يلا متولي، يلا اضغط يا الحفيظي. هذه كرة لا زالت لنهضة الزمامرة، يلا هوني الدفاع الرجاء، يلا خرج كرة، لا 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 لا، ضاعت إخواني. إذا 1-0 لنهضة الزمامرة. إذا هم الذين بادروا بالتسجيل إخواني، 1-0. الآن نريد أن نقلب الطاولة. يلا هذه كرة رجوية، يلا الحفيدي والمهارة، يلا الوردي، يلا يا ضاعت هذه الكرة. يلا مرة أخرى يضغط يا مالونغو، خطأ دفاعي، يلا مالونغو، هذه في شباك يا مالونغو، حط، لا 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 لا، الرحيمي، يا سلام على المتابعة من الرحيمي. إذا 1-0
واحد واحد عفوا إخواني بين الرجاء ونهضة الزمامرة. يا سلام عليك يا الرحيمي. إذا واحد واحد أصبحت النتيجة. يلا لم يتبقى شيء. إذا انتهى الشوط الأول بنتيجة واحد لواحد بين الرجاء ونهضة الزمامرة. الآن سنذهب إلى الشوط الثاني. يلا خرج الكرة من منطقة الدفاع. يلا نريد أن نسجل الهدف الثاني ونؤم من ثلاث نقاط لنادي الرجاء. يلا الحفيدي، هذه خطأ لمتولي، سأجعل المتولي والذي سينفذ. إذا متولي يا السلام عليك يا متولي. إذا هدفين لواحد. شوف الإعادة إخواني، يا السلام عليك يا متولي. شوف 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 إخواني وين حطة. يا السلام يا السلام. إذا هدفين لواحد بين الرجاء ونهضة الزمامرة إخواني في قمة من الدوري المغربي. هذه مرة أخرى. يلا مالونغو مالونغو، حط في الشباك يا مالونغو، والانفراد مرة أخرى. يا سلام على المتابعة. إذا 3-1 لنادي الرجاء. يا سلام عليك يا مالونغو. إذا 3-1، لم يتبقى شيء على نهاية المباراة. هذه الركنية لنهضة الزمامرة. يلا وين الدفاع الرجاء. يلا خرج كرة. يلا خرج كرة. يلا الزنيتي يخرج. يا سلام عليك يا الزنيتي. لم يتبقى شيء إخواني. 3-1 النتيجة بين الرجاء ونهضة الزمامرة. يلا خرج كرة يا متولي. يلا زكريا. يلا الحفيد يضغط. يا الحفيد يضغط. إذا انتهت المباراة إخواني وفازت الرجاء 3-1 على نهضة الزمامرة في مباراة استعراضية إخواني. الآن سنذهب إخواني إلى مباراة مولودية وجدة وحسنية أكادير. سألعب إخواني بحسنية أكادير أمام المولودية الوجدية. إذا فندخل إلى أرضية الملعب. مباراة قمة أخرى في الدوري المغربي إخواني بين الفريقين. إذا هذه هي الدخلة كما ترون إخواني. هذه هي جماهير مولودية وجدة. إذا فندخل المباراة. عدد الكرة للمولودية. يلا اضغط يا الحسنية، نريد الثلاث نقاط. يلا هذه الكرة لازالت للمولودية. يلا يلا وين الدفاع. يلا اضغط 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 اضغط. خرج كرة. يلا خرج. يلا يلا مرة أخرى. هذه كرة خطأ. أي 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 وين الدفاع عن المناطق الخالية. يلا خرج خرج كرة. هذه خطأ للمولودية. أي 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 كذا تدخل إخواني. يلا خرج كرة. أي 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 خطأ. لم يتبقى شيء على نهاية الشوط الأول إخواني ونتيجة 0-2. إذا انتهى الشوط الأول بين مباراة مولودية الوجدية وحسنية أكادير. إذا الإخواني فلنذهب إلى الشوط الثاني وسنحاول أن نسجل في هذه الشوط الثاني لكي لا تنتهي النتيجة 0-2. نريد أهداف في هذه المباراة. يلا خرج كرة. دفاع مولودية الوجدية إخواني ليس عاديا. يلا خرج كرة. أي 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 لم تصل الكرة. يلا يلا هذه كرة للمولودية من الدفاع. خرج كرة خرج كرة من منطقة الدفاع. يلا مرة أخرى. يلا شوت. أي 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 لم تمر هذه الكرة. يلا مرة أخرى. يلا مرة أخرى شوت. لا 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 الدفاع الدفاع المولودية الجدية. إذا انتهت المباراة إخواني النتيجة 0-3 بين الفريقين. كما ترون إخواني لم نسجل أهداف في هذه المباراة. إذا إخواني سأنهي الفيديو هنا. أشكركم على حسن المتابعة ولا تنسون الضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو واشتركوا معنا في القناة. فتحياتي لكم. سلام.